تقديس الناس للعقل ده بدراسات نفسية ودراسات عقل بدراسات علمانية وكل حاجة، إن هذا العقل اللي الناس بتقدسه هو في 80% من منتجاته نوازع نفسية خفية وليس تفكيرا عقلانيا رشيدا كما يظن الناس. دوافع تأثير الدوافع الخفية على التخمينات. فين المشكلة؟ إنك بتمشي حياتك وبتعمل شبهات بمجموعة من التخمينات، التفكير مش مبني على معلومات. فأنا كنت عامل الاختبار ده عبارة عن 13 سؤال معايا، بقول لك لو أنت فكرت بدون معلومات هتوصل لإيه؟ هتوصل لنتائج معظمها غلط. مش دي الفكرة. ليه معظم النتائج الغلط معظمكم اشتركتوا فيها؟ يعني كان مفترض لو ده تفكير بدون معلومات تطلع اخطائكم عشوائية، كلنا تشاركنا في نفس، لكن كلكم ليه تشاركتوا في نفس الاخطاء؟ لانكم متشاركين في الدوافع الخفية اللي لما الناس بيفكروا بدون معلومات الدوافع دي هي اللي بتتحكم فيهم. نفس الكلام الناس اللي عندها شبهات شرعية، هي معظمها شبهات نشأت بدون دراسة الدين، بدون دراسة شرعية. فايه المشكله انك لما بتعمل شبهات يعني بتفكر او شبهات نشأت بدون دراسه شرعيه، يعني نشأت عن طريق التفكير في الموضوعات بدون جمع معلومات ودراسه. طيب لما انت بتفكر في الموضوعات بدون جمع معلومات ودراسه ايه اللي بيحصل؟ بتتحكم فيك نوازعك الخفيه. عشان كده كنت دايما بقول للناس ان كتب الشبهات ولا الكتاب المقدس ولا 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 دايما انت تسمع عباره زمان يقول لك ايه، ما تقراش في الكتب دي الا اذا كنت على علم. وعلى فكره العلم مش هو العاصم الاساسي عندما تتعرض للشبهات. يعني في درجه من العلم مهمه بتنفع في العصمه يعني، لكن مش هي يعني ممكن ايه نقول 20-30% من العصمه من الوقوع في الشبهات بتكون بسبب الادراك المعلوماتي اللي قبل كده، لكن 70% بيكون بسبب اتزانك النفسي ومحصولك الايمان. لا، العلم بيساعد فيه، العلم بيساعد فيه، لكن اكتر حاجه بتبنيه السلوك. طب ليه الآية استثنت العلماء؟ لانها ما بتتكلمش عن العلم المجرد، بتتكلم عن العلم المقترن بالعمل. فحضرتك بعد كده رجعت لي تاني، رجعت لي السلوك وتاثيره. الفكره ان السلوك لما بيكون مبني على عمل بتكون على علم بتكون فاعليته اقوى.